دعونا نتكلم بلغة المواطن العربي آه. الذي يتكلمها اليوم. صحيح. يعني نحن يعني نريد أن نصل إلى شيء حقيقي، وأنا هستعمل لهجتي المصرية عشان أنا عايزة أحل المشكلة. عايزين نعرف أولاً، اللغة العربية لغة جميلة وكلنا درسناها، وأكيد إحنا بنمتهن جميعاً مهنة الإعلام، فأعتقد بأننا جميعاً نعشق اللغة العربية، ولكن هناك شقين. شق، هل إحنا كعرب جميعاً أثرنا في استخدام اللغة العربية؟ يعني إحنا التقصير يقع علينا أولاً، نمرة اتنين، أو إن التقصير أيضاً يقع لأن هناك لهجات ولغات دخلت علينا من الإنجليزية والفرنسية ومن شعوب استعمرت في دولنا العربية، فأصبحت اللغة العربية يعني تكاد تكون ثقيلة على عدد من الشعوب في دولنا العربية. من أين جاء التقصير؟ يعني وخلينا حتى لو إحنا قصرنا، أرجوك قول نحن بالفعل قصرنا. نحن في مع تلاميذنا، وأنا أقول أن سبب تردي اللغة العربية وسبب العزوف عن التحدث بها، أنا لا أريد اللغة امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معه كجمود صخر حتى أصيل من علي، أنا أريد لغة عربية مفصحة يفهمني الخليجي ويفهمني العراقي ويفهمني الأردني ويفهمني الفلسطيني ويفهمني أي جنسية عربية. من المقصر؟ المقصر كالآتي: الطالب الذي لم يتعلم تعليما جيدا في مدارسنا.